سي الدكتور زهري نور الدين. بون نتمنوا الامور تدوز بسلام ان شاء الله. حاليا الامور مستقره وما كاين الحمد لله حتى شي حاله في مدينه اسفي. كانت واحد الحاله جاتنا مؤخرا من اليوسفيه، عملنا لها التحاليل طلعوا نيجاتيف والحمد لله. لا الامور العائليه او لا حنا البيرسونيل مجندين 24 ساعه على 24 ساعه هنا في هذا المقر في مستشفى محمد الخامس. نتلقاو الحالات ان شاء الله، الا كانت بوزيتيف راه غادي نديروا الاجراءات ويقدر كاع الاستشفاء الحالات اللي غتم الاستشفاء ديالها ونقدموا العلاجات في الوقت المعقول حتى يتم الشفاء ديالهم ويغادروا المستشفى. غير الله يجزيكم بخير، كنطلب من الساكنه المسفيويه تبقى في ديورها، ما تخرجوا الا الضروره القصوى، يا للتبضع او لبعض الاغراض الاداريه ويكون داك الشيء خفيف ظريف كي كنقولوا. وحنا راه مجندين لكم 24 ساعه على 24 ساعه، 7 ايام على 7 ايام باش نحاربوا هذه الجائحه. ونتمنوا من الله العلي القدير يحفظ الجميع ويحفظ وطننا العزيز وشكرا. دكتور ميس مصطفى اختصاصي في التحاليل والمسؤول على التحاليل ديال كورونا حاليا. ميساج واحد اللي عندي للساكنه ديال اسفي هو انهم يلتزموا بالحجر الصحي اللي فرضته الدوله، لان نحن الحمد لله هنا في المستشفى يعني واقفين ومجندين باش اننا نحاربوا هذه الجائحه اللي تصاب بها العالم كامل. حنا جند مجندين باش هذا الوطن ان شاء الله يكون محفوظ، حنا اللي علينا غادي نديروا ان شاء الله، واقفين بثبات ما خايفينش الحمد لله. يعني الاطقم الطبيه والممرضين كل شيء غادي يقوم بالدور ديالو على ما يجب. كنطلبوا حاجه واحده من الساكنه ديال اسفي هي انها تلتزم بالحجر الصحي باش يعاونونا على الخدمه ديالنا ان شاء الله. شكرا لكم. دكتور خالد اعزاء رئيس القطب الشؤون الطبيه بمستشفى محمد الخامس. عندي ميساج خاص للسكان ديال اسفي خوتي وخواتاتي، حاجه واحده يطلب منكم، بقاو في ديوركم بقاو في ديوركم. اليوم حنايا مجندين باش نحاربوا هذا الوباء بالاطقم الطبيه والممرضين والاداريين والسلطه، وهذا تطلبوا منكم حاجه واحده، عافاكم بقاو في ديوركم باش ما تمرتوش حنا وما تمرتوش نتوما، وان شاء الله هذه الجائحه هذه لا حافظنا على هذا الشكل ديال اننا نبقاو في ديورنا وما نخرجوش. عارف هذا الشيء صعيب، ولكن المرحله تطلب منا ان كل واحد يضحي من جهته. حنا مضحيين من اجلكم، ضحيوا من اجلنا انتم وشكرا لكم. الدكتور بن جلول طه طبيب اختصاصي في جراحه الاطفال. احنا دابا كندوزو واحد المرحله اللي هي صعبه وصعبه جدا، اللي هي خاصنا نحاولوا نحتويو هذا الوباء تاع كورونا. الوغ انا النصيحه اللي غادي ننصح الناس كي نصحتها دائما وفي عبر جميع مواقع الاتصال، هو الناس خاصهم يلتزموا بدارهم ويلتزموا بالقوانين اللي عطاتها لهم السلطات، شتي باش ما خرجناش، باش ما داك باش ما الوباء ما كيوديعش بزاف بين الناس. ثاني حاجه بالنسبه للوليدات اولا الناس الكبار اولا العيالات الحامله، راه جو بونس كاع لي كوليك تقريبا في اي مدينه في المغرب راه خلاو دي نيميرو ديالهم باش يتصلوا بهم الناس باش يتشاوروا معاهم الا كانت شي حاجه فريمون اورجونت ولا مستعجله. ديك الساعه راه الاخوان بيان سور خاصهم يلتحقوا بالميز اورجونس، سينو راه غيكون نحاول واخا هذا الشيء شويه سميتو نحاولوا نديروا التطبيب عن بعد، نحاولوا نقضيوا الغرض للناس فقط باش يبقاو في ديورهم باش نحاولوا الاحتواء تاع هذا الوباء يكون في لو بون مومون وما نوصلوش لواحد المواصل اللي غندموا عليها من بعد. وشكرا جزيلا.